موقع بيعمل لك فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي بمجرد فقط ان انت تديله اللينك من موقع امازون. يعني هتدخل على امازون تاخد اللينك وتحط اللينك في الموقع ويديلك الفيديو بالكامل بالذكاء الاصطناعي. حاجة رهيبة وخطيرة بجد، هتناسب جدا اي حد شغال في الافليت ماركتينج او التسويق بالعمولة. تعالوا نجرب مع بعض الموقع ونشوف النتيجة اللي هتظهر من خلال ان احنا ناخد لينك لاحد المنتجات على امازون ونجربه على الموقع. يلا بينا. oxolo.com او studio.oxolo.com. طبعا الموقع مكتوب عليه كلمة بيتا، ومعنى كده ان هو في النسخة التجريبية، فانا عايزك تخلي بالك طبعا ان هو لسه بيجرب الخدمة دي. وطبعا في خدمة فري، في خدمة بيرسونال، في انتربرايز، وطبعا كل حاجة فيهم بتكلفة. احنا طبعا هنجرب النهاردة بس، فهنستخدم التجربة المجانية. فانا طبعا دخلت، يعني في خطوة انا عملتها وهي ان انا دخلت الايميل بتاعي وجالي رسالة تأكيد على الايميل وفعلت الخدمة. فهخش هنا معاكم هختار كلمة get start. ظهر معايا هنا فوق على اليمين 15 credits purchase plan، وعلى الشمال هنا بيقول لي create new video، فانا هختار create new video. بيطلب مني دلوقتي ان انا احط الويب سايت link to video، اللي حط اللينك بتاع الويب سايت. احنا هندخل على امازون وهندور على اي منتج من المنتجات اللي موجودة وناخد اللينك بتاعه ونضيفه على الموقع. هنختار مثلا الجوالات، دي اول حاجة يعني ايدي جات عليها، موبايل شاومي ريدمي نوت 11، اعتقد المنتج ده مناسب. خش فيه كده يظهر لك هنا علامة الشير، نختار نسخ الرابط. نرجع على اوكزولو ونحط هنا الرابط بتاع المنتج. بعد كده بيقول لك ايه البلاتفورم اللي انت بتستهدفها، فانا هختار طبعا الفيسبوك. لو انت عايز تتابع الفيسبوك الاسبيكت ريتشو، عايزه يبقى بورتري ولا سكوير ولا لاندسكيب، هي افضل حاجه طبعا هي البورتري، تحس ان تبقى الفيديو مناسب لجميع المنصات. تارجت جروب، يعني لو عايز الناس نفسها سنها عامل ازاي، الجنس ميل ولا فيميل ولا حاجه تانية. تارجت لانجويج، عايز الناس دي اللغه بتاعتها ايه. طبعا هو هنا بيقدم لغات كتير ومنها اللغة العربية، ودي حاجة طبعا يعني اعتقد هتكون صعبة ولكن هنجرب. هنا خلاص كده احنا خلصنا وهنعمل كرييت فيديو. قبل ما اعمل كرييت فيديو، انا شايف ان تحت مكتوب برودكت تكست تو فيديو، تقدر تحول كتابة الى فيديو، ودي هنجربها مع بعض في فيديو قادم ان شاء الله. ولكن النهاردة هنركز على تحويل اللينك الى فيديو ونتك كرييت. كاتب لي هنا ام بروجريس وخصم مني 5 كريديتس بقوا 10، وكاتب لي هنا وي ار كرييتنج يور فيديو، احنا بنجهز الفيديو بتاعك، وغالبا ده بياخد 15 دقيقة تقريبا. وعلى ما الفيديو يخلص عايزك كده تاخد لفة في القناة، هتلاقي فيه قائمة تشغيل كاملة فيها مواقع الذكاء الاصطناعي اللي انا استخدمتها وجربتها بنفسي، اكيد موقع فيهم هيفيدك بشكل كبير. ولو انت مهتم بالتصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي، هتلاقي ان في قائمة تشغيل فيها حوالي 17 فيديو بشرح فيهم بعض المواقع المتخصصة في التصميم والرسم بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي حاجات مفيدة جدا، ميدجورني ومواقع مختلفة بديلة ليه، وبتابع فيها طبعا بعض التحديثات الجديدة. ما تنساش تاخد لفة في القناة وتشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبعد طول انتظار تم الانتهاء من الفيديو، طبعا اقل من ربع ساعة على ما اعتقد، وهنشوف دلوقتي الفيديو عامل ازاي. نضغط عليه والفيديو ظهر في الجنب بشكل حلو قوي، نجرب نشوف مع بعض. تخيل نفسك في عالم من الالوان الزاهية ودقة العرض مع تجربة سلسة للغاية ومذهلة. استمتع بأفضل أداء بروسيسور على الإطلاق مع فتحة كاميرا مذهلة تصنع صوراً رائعاً. جهز نفسك لاستمتاع بشحن الأكثر كفاءة حول المدينة في 21 من خبرات شحن سابقاً. الصوت جامد، الميوزك اللي في الخلفيه كويسه جدا ومناسبه، الصور اللي بتظهر بس هي يعني مش احترافيه قوي، لان الصور اللي موجوده اصلا على امازون بخلفيه بيضة، ودي حاجه يعني مش مناسبه قوي. يعني لو كبرت الصوره كده هتلاقي ان الكلام في الخلفيه مكتوب مقطع شويه، حاجه برضو مش حلوه، ممكن علشان باللغه العربيه. فبرضو يعني لحد دلوقتي اجمالا الموضوع حلو تقريبا، ولكن اعتقد ان في يمكن التعديل على الفيديو من الخانه دي، فهنجرب مع بعض كده لو عملنا ايديت للفيديو إيه ممكن نعدله عليه. يبقى عندك هنا اول اختيار انا شايفه ظاهر بقوه، وهو انك تقدر تعدل الشخص اللي واقف ده ما بين النساء والرجال، وطبعا باكتر من شخصيه، صيني مصري كل حاجه تقدر تعدلها، حاجه طبعا خطيره جدا. تقدر ان انت تغير الكلام كمان، وهنا كاتب الكلام تخيل نفسك في عالم من الالوان الزاهيه اللي هو السكشن الاول، السكشن الثاني وهو استمتع بافضل بالصورة الاطلاق، والسكشن الثالث اللي هو جهز نفسك للاستمتاع. مكتوب هنا ان الكلام ده باللغه العربيه باللهجه الاماراتيه، وكاتب
اسم الشخص اللي بيتكلم. لو جينا نختار شخص تاني بيحط هنا الصورة بتاعته، اعتقد يعني ممكن كمان تعدل على الصورة تخليها بالعرض، ممكن تخليها مربعة، كمان تقدر ان انت تعدل على الميوزك اللي بالخلفية، ممكن تشيلها خالص لو حابب، كمان تقدر تشيل الكولرز اللي موجودة وتغيرها بالكامل من اي لون انت عايزه، كمان تقدر انك تغير الصور نفسها في كل شريحة من الشرائح اللي على الشمال ديت، كمان تقدر انك تعدل على الخط. ولكن طبعا لما تيجي تتك على اي نوع من انواع الخطوط بتفضل الخطوط بالعربي يعني زي ما هي ما بتتغيرش، فاعتقد دي مشكلة هيكون ليها حل قريب ان شاء الله. اللوجو هيكون برضو ممكن تضيف اللوجو بتاعك، انا هجرب كده اضيف اللوجو بتاعي، تم تضيف اللوجو، ممكن تعدل الشفافية بتاعته، وممكن تعمل اوفست بحيث ان هو يجي هنا شمال شوية يمين شوية، تكبره وتصغره، يعني طبعا اي حاجات جميلة ممكن تحركه لمين، ممكن تخليها الشمال، ممكن تخليه هنا على حسب طبعا ما انت حابب ان الشكل الفيديو يكون، وهو يعني افضل مكان غالبا بيكون على الشمال يعني. ممكن تعدل كمان الباك جراوند تخليها بالشكل الموجود ده، او تضيف اي صورة انت عايزها. لو جينا مثلا حطينا صورة تانية، انا ضفت مثلا الصورة دي فهي في الخلفية ظهر بالشكل ده، زي ما انت حابب طبعا في الشرائح كلها او في كل شريحة تعدل زي ما انت عايز، حاجة كويسة جدا. ولكن انا مش هعدل حاجة، لما اجي اعمل داونلود بيظهر لي ان يا اما تدفع اشتراك عشان تاخد الجودة العالية، يا اما هتاخده مع العلامة المائية كفري. فاعتقد هو باللغة الانجليزية هيكون ممتاز، هينطق بشكل قوي جدا، لان اللغة العربية طبعا مهم انك تشكل الكلام. فانت لو حابب انك تشكل الكلام، انا كنت قلت قبل كده موقع اسمه تشكيل دوت كوم او تشكيل دوت نت، مش متذكر بالظبط، كنت عرضته قبل كده في احد الفيديوهات اللي بشرح فيها ازاي تحول الكتابه لصوت بالذكاء الاصطناعي، هتلاقي الفيديو موجود على القناه في قائمه التشغيل اللي انا وريتها لك، هسيبه لك برده في وصف الفيديو لو انت حابب انك تشوفه. ده ممكن يشكل لك الكلام بحيث يظهر بشكل دقيق، وتقدر من خلال خانه التعديل انك تعدل عليه. ولكن الموقع مالا خطير جدا، وفكره قويه جدا جدا، كل حاجه بالذكاء الاصطناعي، الشخص اللي بيتكلم بالذكاء الاصطناعي، التكست موجود مسحوب بالذكاء الاصطناعي، فالفكرة بإجمالا هي فكرة قوية جدا وأنا استمتعت بيها، وإن شاء الله أعتقد في المستقبل هيكون في تطوير قوي جدا في الاتجاه دوت. أي حاجة مرتبطة بالتسويق في الذكاء الاصطناعي هتلاقيني جايبها لك إن شاء الله، فانتظروا الفيديوهات القادمة، في فيديوهات قوية جدا هتنفعك جدا في التسويق وفي السوشيال ميديا وفي الماركتينج بشكل عام بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعض الفيديوهات التانية، لأن الذكاء الاصطناعي بقى بحر واسع دلوقتي. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.